أبو وليد وأبو فرح أصحاب من زمان. فرح كان عمرها 15 سنة ووليد كان عمره 16، ونظرا للظروف المحيطة والحالة الاقتصادية قرروا تزويجهم، واتفق الأهل إنهم ما يحرموا أطفالهم من أحلامهم وطموحاتهم ويدعموهم يكملوا تعليمهم حتى من بعد الزواج. فرح كان نفسها تكون مهندسة، أما وليد نفسه كان يكون محامي كبير ومشهور. بعد ما تزوجنا وبأول سنة حملت، وعانيت بسبب صغر سني من مضاعفات الحمل، ولأنه جسمي ضعيف كانت ولادتي مبكرة وصعبة، والطفل الخلق وعنده إعاقة بسبب صعوبة الحمل ونقص الأكسجين. الزواج ووجود طفل صغير معي منعني أقدر أكمل دراستي وأقدر أحقق أحلامي، أو حتى يكون عندي حياة اجتماعية وأشوف صحباتي وقرايبي مثل قبل. مع التزامنا بالعيلة وجود طفل ذو إعاقة، كان لازم نتخلى عن أحلامنا ودراستنا والمستقبل اللي بنطمح إله، ونلتفت للعائلة والمصاريف وتربية الطفل. فرح بالبيت مع الولد كل الوقت، وأنا بشتغل أكثر من 12 ساعة باليوم حتى أقدر أكفي عيلتي. أنا فعلا ما كنت متخيل حجم المسؤولية اللي راح تكون، ولا شو يعني يكون عندي بيت وعيلة ومصاريف. قرار بقانون رقم 21 لسنة 2019 يشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القرار عاقلين، وأن يتم كل منهما 18 سنة شمسية من عمره. ويجيز القرار بقانون للمحكمة المختصة في حالات خاصة، وإذا كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين أن تأذن بزواج من لم يكمل 18 عاما شمسية بمصادقة قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى. يتم استغلال الاستثناء الذي ورد على المادة الثانية من القرار بقانون لتعديل الأحوال الشخصية بسمح بتزويج من هم أقل من 18 عاما في الحالات التي تقتضيها مصلحة الطرفين دون تحديد هذه المصلحة. هؤلاء الفتيات تعانين من مشاكل ومضاعفات عدة، منها تسمم الحمل والإجهاض غير المأمون وخطر الوفاة نتيجة لمضاعفات الحمل، غير الضرر على المجتمع والتنمية والتحسين في مستوى التعليم في الوطن.